الرزاق هضرت معاه اول حاجه دونك فوالا انا اون بون ديسكوسيون ديجا كان سسبوندي اربع شهور مع الفرقه ديالو كنا كنتسناو نشوفو واش هاد لا سسبونسيون غاتسالي الولد لعب ماتش يمكن دابا شي اربع ايام ولا خمس ايام او تسعين دقائق ديالو وفي حال اللي قلت عبد الرزاق كاين بزاف د اللعابه اللي كيستاهلوا يجيو هو يقدر يكون منهم يماركي البيوت بحال اللي كان كيدير ومن بعد غنشوفوا واش واش يقدر يعاوننا في لو فيوتور بالحق في لا ليست هادي بالنسبه لي, لي كان عندنا تخوا اتاكون اللي كانوا بحال اللي قلت لكم ما بغيتش نبدل بزاف في الجروب عندنا واحد لاتاكون اللي في باري اللي وليد شيديرا تا هو غادي مزيان ماركا اربعة بيوت في خمسة د الماتشات تا هو بغينا نشوفو والباب محلوله على اي واحد كنقولها لكم فوكش فاس دي شوا بحال حمد الله بحال شفتوا فجر ما كاينش برقوق ما كاينش كاين بزاف اللاعبين اللي ما كاينينش حتى هما يستاهلوا يكونوا حك عندنا بوكو دو شو افير و لا ديسيزيون ديالي هي عبد الرزاق بور لو مومون ما كانش يقدر يجي معنا اليوم ونتمنوا يكون في مستوى ديالو باش في لو يدي بلاصتو تا هو الحق اليوم بور موا عندي لي كات زاتاكون هما لي شو ديالي قبل ما تخرجوا ما تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم موقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي